الحمد لله والشكر لله، أصبحنا وأصبح الملك لله. أمطار الخير تتهاطل صباح اليوم السبت، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر، الله يدوم نعمة. مباشرة من مدينة تمارا، في الفيديو هذا غادي نخليكم الصور الجديدة ديال شارع الحسن الثاني بين وصلات الأشغال. وهنا راه الشيخ الضاوي، الناس كيسولوا على البلاصة اللي أنا كنتواجد فيها، لأن بعض المرات كيكونوا معنا ناس ما كيعرفوش يعني البلاصة اللي حنا كنتواجدوا فيها. مرة كنذكروا كاين ناس اللي عارفين هنايا زنقة بزنقة، هذا هو اللي كاين. هنا الإخوان غادي نخرجوا مباشرة في المقهى ديال ميد نايت اللي جات في الطلعه ديال الشيخ الضاوي، شارع مولاي علي الشريف. وهنا غادي نخرجوا مع سيدي الله على هاد الجو، شحال توحشنا. هو راه ما يمكنش الاخوان، ما شاء الله ما شاء الله، الله يدوم نعمه، الله يدومها نعمه. هنا كما كتشوفوا معنا تغيرات الامور، بلاصه الاشارات الضوئيه ولا عندنا واحد المدار، انا ولات عندنا رون بوين. انا اليمين اللي بغى يمشي للرباط، يا سلام يا سلام على مشي فين، انا في اليمين داك لي سباس اللي خصو للراجلين شي حاجه زوينه. الاخوان راهم رجعوا للاشغال كما كتوضح الصوره، اللهم بارك. حتى كتبان الشميشه صافي، كينوضوا يخدموا، يمكن الله يعطيك الصحه. هنا الاخوان بداو كيوجدوا لنا خصوص القنطره، القنطره اللي جات هنايا في جنبات شارع الحسن الثاني، او القنطره المؤديه الهرهوره هذه اللي كنشوفوها بالضبط، لان جات الطريق داخله فيها. الاخوان خدامين، الله يسخر الامور. شوف تبارك الله، شوف كنقولوا للاخوان السائقين والاخوات السائقات يردوا البال في الطريق، وغير بشويه غير بشويه باش الامور تمشي مزيان وطريق السلام للجميع. شو الطريق كيفاش كبرت هنا، تبارك الله تبارك الله. هنايا جيت البشاويه، هنا غتكون عندنا واحد الرومبوان كبيره، الرومبوان اللي كتدخل لينا للمؤسسه، واللي كتدخل في نفس الوقت القشلة. يعني كما كتشوف الامور هكذا غادا، اللهم يسر والله يسخر الامور. كما كتشوفوا معنا دائما مشاهدينا الكرام، فالاشغال على قدم وساق، الله يسخر الله يسخر الامور. هادشي اللي غادي نقولوا، شوفوا معايا الجزء اللي تزاد في هذا الاتجاه هذا قدام الجامعه القديمه الجديده ان شاء الله، اللي كتعرف اصلاحات كبيره. الاخوان خدامين، يسخر الامور، الله يسخر الامور يا ربي. شو تفتحات لينا الطريق نعم سيدي، اللي غادي تدورنا على اليمنى. احسن فكره، وكنا شرنا لها فيديو سابق، كنا شرنا لها فيديو سابق، والحمد لله لان ما عندها ثمن. سبق وقلنا حتى في شارع طريق بنو زيد خاصها تكون، الناس اللي جايين من جهه القروش ما عندهم علاش يوقفوا في الفرج، عادي يدوروا، خاصها تحل لهم الطريق تما بحال هذا الشكل هذا. هانتوما الصوره، اللهم بارك. تحية الرجل الأمن اللي صراحة واقف هنايا، واقف كيراقب كل كبيرة وصغيرة، الله يسخر الأمور. هذه خدمة نقية، هذه خدمة نقية، والطريقة غادي تخرج لينا مخيرة. في انتظار أننا نشوفوا الأشغال عاوتاني، الصومطر القدام
الله على جو شحال زوين، الحمد لله. هاد الشارع هذا تا هو تصلاح، عرفتو وسيعه تقاد مزيان. هذا شارع مولاي رشيد، حدا ساحه مولاي رشيد. انا اللي تذكر فقط الاخوان في السرعه محده في 40 كيلومتر في الساعه. هنايا كاين اشغال، حنا زادوا لنا واحد الجزء عقلتو على هذيك الحفره اللي كانت جنب الطريق هنايا اللي كتجر الماء، وهذا واللي في نفس الوقت كانت كتشكل واحد الخطر كبير على السائقين هنايا. الحمد لله تم الاستغناء عليها، زادوا دخلوا في الطريق شويه حفروا وسعوا الطريق، الطريق ولا ثلاثي اللهم بارك كيف ما كتشوفوا، هذا هو اللي كاين. اشغال متواصله هنا بشارع الحسن الثاني بمدينة تمارا، الحمد لله والشكر لله. غتكون عندنا إنارة مزيانة، وغتكون عندنا تشوير طرقي اللي هو مزيان، وإن شاء الله ما يكون غير الخير. خاص غير الإخوان السائقين ماشي يشوفوا الطريق كبرات هكذا يصحاب لهم يعني حلبة السباق ولا شي حاجة من هذا القبيل. هذا الطريق ديال 60 كيلومتر في الساعة، ونمشيو لعام سيدي ب 50، شي نمشيو ب 50 40 ونمشي كلشي سالم، ويجي كلشي سالم هذاك هو الرباح. شوفوا تبارك الله، شوفوا تبارك الله، ديال الرون بوان جديده اللي قلت لكم ولات هنايا، ديروا بالكم مع الله يجازيكم بخير. وهذه جي سي بي، جي سي بي كتلعب واحد الدور كبير في الاشغال. هنايا في جنب الباشاوية وقدام المعهد الموسيقي، اللهم بارك، الدنيا تغيرات هنايا كما كتوضح الصورة، فاللهم يسر يا رب، اللهم يسر، الله يسخر الأمور. من أمام الباشاوية غادي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد. بان لي كاين شي قرعة هنايا غنحاولو نقول لكم شنو كاين، وان شاء الله ما يكون غير الخير، ان شاء الله ما يكون غير الخير. نتمنى من الله الخير للجميع. الى هنا مشاهدينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.